تأخذنا اليوم عدسات كاميراتنا في رحلة علمية مميزة إلى جامعة تايز، حيث ينعقد المؤتمر الطبي العلمي الأول، حاملا معه بشائر الأمل ومبشرا بمستقبل واعد للرعاية الصحية في اليمن. لنتابع وقايع المؤتمر حاملين معنا مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات أبناء الوطن. على وقع خطوات وافقة، توافد المشاركون حاملين معهم شغفهم للعلم ورغبتهم في تبادل الخبرات والمهارات. قرابة 1100 مشارك حضر بعضهم وشارك الآخر عن بعد، جميعهم من كبار الأطباء، استشاريين ومختصين وأساتذة وباحثين، يجتمعون تحت سقف كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز من 5 دول، إيمانا بأهمية البحث العلمي في مواجهة التحديات. طبعا يهدف المؤتمر إلى الاطلاع على كل ما هو جديد وحل والوقوف أيضا أمام التحديات والمعوقات التي تواجه المجال الصحي والمجال الطبي، والخروج بحلول لهذه الإشكاليات من يخدم المجتمع المحلي، حيث سيشارك في هذا المؤتمر أكثر من 500 باحث حضوريا أو 500 باحث وطبيب، وأيضا أكثر من 500 إلى 600 باحث وطبيب أيضا عبر البث التلفزيوني أو عبر الزوم. طبعا كل هؤلاء بالنهاية سيتلقون محاضرات جديدة. داخل قاعات المؤتمر يتم مناقشة 76 بحثا و63 ورقة علمية ب16 جلسة علمية و4 ورش، جميعها حول آخر التطورات الطبية، من أمراض القلب إلى الطب الباطني وزراعة الكلى إلى جراحة المخ والأعصاب، ومن طب الأطفال إلى النساء والتوليد إلى الأشعة وطب الأورام. هنا تتلاقى العقول المبدعة، تتشارك الأفكار وتتبادل الخبرات والمهارات، ما أتاح للجميع فرصة الاطلاع على آخر التطورات الطبية. هذا المؤتمر مؤتمر متخصص وأيضا متعدد الفروع، فيشمل حوالي 6 أو 5 فروع رئيسية، ويحتوي على 63 بحث مقروء، بالإضافة إلى حوالي 20 بحث منشور و4 يعني بوسترز موجودة أمامنا على الاستاندات الخاصة بالمؤتمر. هذه البحوث ستطب في الأخير لمصلحة التطوير الصحي والطبي والتثقيفي أيضا في المحافظة، ونحن نشد على أيديهم ونبارك لهم نجاح مثل هذا المؤتمر، ونرجو أن تتكرر هذه المؤتمرات في السنوات القادمة. هكذا شق المؤتمر العلمي الطبي الأول طريقه، ومثل بزوغ فجر جديد يبدد ظلام جهل الكهنوت وينير دروب الطب والعلاج، يقاوم هذا الحدث الاستثنائي في زمن عصيب تعصف به رياح الحرب، حاملا معه أملا كبيرا بغد أفضل. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز